مساء الخير. في يومين 24 انا ساعة عايز اقول على حاجة حصلت بتبقى النهاردة عادي يعني لازم الناس كلها تاخد 24 بالها. ساعة و 24 ساعة. الكمين، انا ما كنتش اعرف ان في تحليل في الكمين. والله يا صاحبي دخلت الكمين لقيت الضابط بيقول لي حلل، فقلت له احلل خلاص بكرة اروح الدكتور واحلل. قال لي يا حبيبي حلل مخدرات. فتمام رحت احلل مخدرات، لقيت ناس كتير. حد اداني كوباية قال لي املاها، فتمام هملاها. وانا داخل املاها لقيت راجل كده كبير بجلابيه، قال لي بقول لك ايه يا حبيبي؟ قلت له اي حاجه. قال لي بتشرب حاجه؟ قلت له لا والله ما بشربش. قال لي حلو، خد املا لي دي معاك. فقلت له املاها ايه؟ قال لي صب لي فيها. قلت له حاضر يا حاج حاضر هصب لك فيها. المهم دخلت الحمام وبتاع وانا يعني بصب هنا وهنا، فسامع بقى ورا الناس بتقول ده في واحد جوه ما بيشربش، اللي عايز حاجه يديله الكوبايه. فلقيت بقى كوبايات بقى عماله تخش لي من تحت البتاع بقى، فاهم؟ والنبي يا كابتن معلش، والنبي اكل عيشنا هيقف وبتاع حبه وبتاع. فالمهم تمام معايا حوالي 7 8 كوبايات، قاعد عمال اقسم فيهم يمين وشمال. خير بقى بعمل خير. المهم خرجت بقى فاهم، شايل صينيه كده عليها طقم من كوبايات، كل واحد ياخد كوبايته. الراجل الكبير بيعمل ازاي؟ ايه الحبه اللي انت حطيتهم لي دول؟ ما تزودها شويه. قلت له يا حاج انا جبت اخر يعني، انا مش قادر بصراحه، عمال اعصر في نفسي مش قادر. قال لي طيب ماشي. المهم رحنا عند الضابط وبتاع، وكله بقى عمال يدي له بقى الكوبايه منشكح ومش عارف ايه. المهم مشينا كلنا الحمد لله. عايز اقول لك كميه سعاده وفرح انا ما شفتش كده. انا عايز اقول لك راجل صعيدي ده شلني على كتفه وقعد يجري بيا في الصحراء. والله يعني الحمد لله احنا نعمل خير والباقي على ربنا. يا جماعه ما نحرموش حد من حاجه، اللي عايز حاجه اديها له. تمام؟ السلام عليكم.